ارتداء النقاب بين المصريات مسألة تباينت حولها الآراء، فالبعض يرى أنها وسيلة لإظهار الالتزام الديني، والبعض الآخر يعتبرها تشددا وغلوا، وفريق ثالث يراها حرية شخصية، وقسم رابع يقول أنها ستار للاختفاء من الآخرين. ممكن ناس واخدها موضة، ممكن ناس واخدها صحوة دينية في شيء معين. في ناس واخدها على أنه شيء يختفوا وراه وبيبقى مخبي حاجات كتير، وبتشتغل في اي شغل هي ما بتحبش حد يعرف طبيعه شغلها ايه. بالنسبه لتخفي الرجال في صوره في النقاب او كده لتنفيذ جرائمهم، يعني بقى صوره مخيفه بالنسبه للناس كلها. ده التزام للوحده، وبتمنع عين الشباب ان هم يبصوا عليها، وبتحافظ على دينها. يعني انت عايز الناس لانها ماشيه لابسه الجنس والاسترتش. ممكن يكون رد فعل للسفور، محاولة للتخلص من التحرش، التقيد بمذهب إطار مذهبي معين. تفسير اجتماعي أن إبراز الهوية دي معناها أن احنا بنعمل نوع من أنواع التمييز ونوع من أنواع الانفصام بين طرفي مجتمع. البعض ذهب إلى أبعد من ذلك، ووصف إقدام المصريات على ارتداء النقاب بأنه احتجاج على ما تنادي به المؤسسات الدينية الرسمية من وسطية واعتدال. وقد غذى هذا الاتجاه في نظر خبراء الجدل الذي ثار العام الماضي عندما منع شيخ الأزهر الطالبات من ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة. عندنا تمايز طبقي وتمايز فئوي في المجتمع كبير، فكثير جدا من الطبقات الفقيرة اللائي لا يستطيعنا أن يعني يجارينا بنات الطبقة العليا في اللبس والمكياج والظهور، فبيحاولوا أنهم يلجأوا إلى هذا النقاب لتغطية وجهها ولكف يعني المقارنات بينهن وبين أبناء الطبقات العليا. ويرى متابعون أن اكتساب بعض المصريات العائدات من دول الخليج لعادات المجتمع هناك أسهم في بروز صورة النقاب بشكل أكبر، وهو ما دفع الدولة إلى إقرار منعه في بعض مؤسساتها. لكن مسألة حظر ارتداء النقاب في بعض المؤسسات لم تستطع في نظر مراقبين أن تحد من ارتدائه، وهو الأمر الذي أدركته هذه المؤسسات ولجأت إلى وسائل أخرى من بينها التثقيف والحوار. من القاهرة أسامة يوسف، اليوم على الحرة.